شكسبير ريجينال بارك، ودي تعتبر ليا شخصيا يعني اخر طلعات البحر في موسم الصيف لان الجو بدا يبرد شويه، فقلنا بقى نطلع كده مكان حلو واصور لكم منه عشان تشوفوه. شكسبير ريجينال بارك دي في شمال اوكلاند، من الاماكن الحلوه والهاديه والجميله. اللي قدامنا ده رانجيتوتو ايلاند، حلو جدا. ده جبل بركاني. رانجيتوتو ايلاند بيطلع عليها رحلات يومية لتسلق الجبل. استنوني في فيديو خاص من الجزيرة البركانية رانجيتوتو ايلاند، هيكون ان شاء الله فيديو شيق جدا من الجبل البركاني قريبا ان شاء الله. هو الشاطئ ده انا مش عاجبني اكتر حاجة فيه ان الرمل عليها كلها صدف، فدي اكتر حاجة مش عاجباني في الشاطئ، لكن المية نفسها رائعة جدا، حلوة قوي. تستمتعوا شوية بصوت المية. أتمنى أنكم تكونوا اتبسطتوا بالمنظر الرائع من شكسبير ريجينال بارك في أوكلاند، وصوت البحر والهواء والشمس الجميلة. واستنوني بفيديو خاص من رانجيتوتو آيلاند.